يعني انت مش عاجبك اسم مناويشي؟ امال انا اعمل ايه؟ اللي وعيت على الدنيا لقيت نفسي نهايه. هما سموكي نهايه ليه؟ ابويا كان بيحب الخلفه قوي، ربنا رزقه بخمس ولاد، طمع قال عاوز جدهم. امي لما حملت في اختي كفايه وسموها كفايه عشان يبقى كفايه، قامت بعد كده غلطت وحبلت فيا وسموني نهايه وبقيت نهايه. يوه انتي بتعيطي ليه؟ ها هو اسمك ولا اسمي؟ لا حول الله يا رب. واد يا مالك، مرضك والعياذ بالله ملبوسه، بتبقى قاعده كده ما فيهاش اي حاجه، وعلى غفله تبكي. انا هشيع الشيخ كناوي في البلد عشان يجي يشوفها. لا بص ايدك يا خالتي، بلاش الشيخ قناوي، بتيجي هنا تعمل لنا جمعيه حقوق الانسان يتشمعونا البيت خالص. انا هتصرف معاها، مالكيش انت دعوه. حبيبه قلبي يا دندون. ايه يا حبيبتي مالك تعبانه؟ اخدك للدكتور يديكي حقنه؟ لا لا انا كويسه مفيش حاجه. امال ايه بتعيطي ليه؟ قولي لجوزك حبيبك. حاسه ان الدنيا مكتومه وقلبي مقبوض ونفسي مكتوب، وحاسه ان لا جدوى من الحياه خالص. لا جدوى من الحياه؟ عارف شعور محي لما قال اتخنقت وطلعت كنت بضيع وقت؟ انا حاسه كده دلوقتي. اوه عارف انا الاحساس ده بالظبط. عارفه عارفه. طب تيجي ننزل نغير جو؟ ماليش نفس. بعدين ايه ريحتك دي؟ ومستحمى؟ لا ولدنا زي الفل، ده ريحته مسك وعنبر. صلي على النبي يا خالتي. يعني انا هتبلى عليه؟ صلي على النبي يا حبيبتي، انا معفن، انا محتاج استحمى، هقوم استحمى دلوقتي. طب ومين هيحضر لك الحمام؟ طول عمري مش فاهمه يعني ايه محضر لحد الحمام؟ يعني هنقول للحمام انه جاي له ضيف؟ دمها خفيف قوي. شفتي بتهزر ازاي؟ هي ما بتعيطش، دمها خفيف، ضحكتني. دي بتعيط. هات نمرة الشيخ قناوي وانا هكلمه بنفسي. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية بتبدأ من 149 جنيه و99 قرش.